رجل صلى في ساحة الحرم الخارجية لوجود مصلين، وعند انتهاء الصلاة دخل مباشرة إلى الحرم فوجد مسافة خالية لا يوجد بها مصلين، أي فراغ كبير، هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة إن كانوا يرون الجماعة الذين في داخل الحرم، يرونهم من الأبواب أو من الشبابيك وهم في ساحة الحرم، صلاتهم صحيحة. ولكن الواجب عليك أنك ما استعجلت الدخول معهم، أنك مشيت إلى أن تصل إلى الصفوف المتصلة، صلي معهم ولو فاتك شيء من الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم للصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كان الواجب عليك أنك ما استعجلت وكبرت مع اللي خارج الأبواب، وأنك مشيت إلى داخل الحرم صفيت مع الصفوف المتصلة، لكن ما حصل منك إن شاء الله الصلاة صحيحة، وإن كان فيها خطأ من ناحية أنك صليت بعيدا عن الصفوف. نعم.